السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لحرفين جديدين من حروف اللغة العربية، ألا وهما حرف الهمزة وحرف الجيم. وهذين الحرفين يندرجان ضمن الوحدة الرابعة، مجال الحي والدوار، المرجع كتابي في اللغة العربية مستوى الأول، أسبوع 19. ألون المقطع الذي فيه حرف الهمزة. ألون المقطع الذي فيه حرف الهمزة. الصورة الأولى إوزة، إوزة، لاحظوا معي، إي و ز تن. إذن المقطع الذي فيه الهمزة هو المقطع الأول، المقطع الأول. الصورة الثانية مائدة، ما إي د تن. المقطع الذي فيه حرف الهمزة هو المقطع الثاني، مقطع ثاني. ماء، ماء، إذن المقطع الذي به حرف الهمزة والمقطع الأخير. ألون حرف الهمزة، إذن الكلمة الأولى أسد، أسد، إذن المقطع الأول أ. الكلمة الثانية سائل، سائل، إي، المقطع الثاني. الكلمة الثالثة حذاء، حذاء، حرف الهمزة في المقطع الأخير أن. أقرأ، إذن سنقرأ حرف الهمزة مع الحركات القصيرة الطويلة والتناوين. أ، أظافر، أو، أصوص، إي، نائم، آ، سؤال، أو، رؤوس، إي، زئير، أن، حساء، أن، مساء، إن، داء، إن. أحتسي، حساء، أمي، إزة، مساء. أحتسي، حساء، أمي، إزة، مساء. إنه لذيذ، إنه لذيذ. أحدد المقطع الذي فيه حرف الجيم. لاحظوا معي حرف الجيم، إذن الصورة الأولى جمال، جمال، إذن المقطع الذي به حرف الجيم هو المقطع الأول، المقطع الأول، إذن سنضع علامة. الصورة الثانية شجرة، ش، ج، ر، تن، إذن المقطع الذي فيه حرف الجيم هو المقطع الثاني. الصورة الثالثة سرج، سرج، سر، جن، إذن حرف الجيم في المقطع الأخير، حرف الجيم في المقطع الأخير. أحدد حرف الجيم جراب، جراب، حرف الجيم مع حركة قصيرة، جي،
دجاج، حرف الجيم في وسط الكلمة وحرف الجيم في آخر الكلمة. ج حركة طويلة. جن جرس، جرس حرف الجيم حركة قصيرة. ج ج مقطع الأول. أقرأ، نقرأ حرف الجيم مع الحركات القصيرة طويلة والتناوين. ج جمر، ج رجل، ج جسر، ج دجاج، ج جود، ج عجيب، جن نعاجا، جن زجاج، جن عاجن. كما كتلاحظوا الحروف اللي سبقنا اللي سبق درسنا هما اللي موجودين في هذه الكلمات، يعني تجيكم القرايه ديال الكلمات سهله جدا. يجب ضبط فقط الحركات بشكل جيد، ضبط حركات الحروف بشكل جيد. نقرا الجمل. حجاج رجل جواد، حجاج رجل جواد، جاد على محتاجين بدراهم، جاد على محتاجين بدراهم. أقرأ، سنقرأ حرف الهمزة وحرف الجيم مع الحركات القصيرة والطويلة وبعض الكلمات. أ آ أن أو أو أن إي إي إن. أعيد. أ آ أن أو أو أن إي إي إن. زأر، زأر فؤاد، فؤاد. بئيس، رؤوف. بئر، زأر فؤاد، بئيس، رؤوف، بئر. الآن حرف الجيم. ج جا جن، جو جو جن، جي جي جن. ج جا جن، جو جو جن، جي جي جن. جراب، زجاج. مجيء، جراب، زجاج، مجيء. نعاج محجوب، جائعة. نعاج محجوب، جائعة. أطعمها محجوب برسيما، أطعمها محجوب برسيما. تمارين قرائية. أحذف، سنحذف مقطعا للحصول على كلمة أخرى. لاحظوا معي هنا الكلمة سماء، إذا والصورة ماء، إذا سنحذف حرف السين ويتبقى ماء. الكلمة الثانية جدار بمعنى الحائط، سنحذف كلمة للحصول على الصورة. لاحظوا معي دار، إذا سنحذف حرف الجيم وتبقى دار. دار أضيف، أضيف، سنضيف مقطعا للكلمة المجزأة هنا لنحصل على كلمة ممثلة للصورة. لاحظوا معي هنا لدي جراء، جراء، ولدي راء، إذا سنضيف مقطع الجيم. ج را ن، هنا لدي فراء، إذا ولدي أيضا راء، إذا سنضيف مقطع الفاء. في را ن. أقرأ. مرعا،
مرج نعاج بهائم ماء. أعيد، مرعا مرج نعاج بهائم ماء. أكتب لا أخط ثم أنقل، لدي هنا الهمزة بداية أو آ أ إي أو إي حرف الجيم في آخر الكلمة، حرف الجيم في وسط الكلمة، جي جن إي أو إي جن جا جي جن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، مع السلامة.